فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن المسلمين واليهود يعبدون إلها واحدا؟ اليهود يعبدون إلها واحدا؟ اليهود مشركون. قالت اليهود عزير ابن الله، فهم يشركون بالله عز وجل. وأيضا اليهود والنصارى وسائر الأديان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليهم الدخول في الإسلام، الذين آمنوا به، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، اتبعوا. ما يكفي الإيمان بدون اتباع. نعم.